أجمع عدد من الأطباء البحرينيين خلال تصريح خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي على ضرورة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية الصحية والتي تقي من خطورة إصابة المواطنين والمقيمين بفيروس كورونا كوفيد-19، مؤكدين على أهمية تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة الواجبة، وخصوصا خلال عيد الأضحى المبارك، لإعطاء أفضلية الحفاظ على سلامة النفس والمجتمع من أي خطر أو زيادة غير متوقعة في أعداد المصابين بهذا الفيروس. ياريت نلتزم شوية بالإجراءات الاحترازية اللي أوصى فيها الفريق الطبي لمكافحة الفيروس حتى نخفف من عدد الحالات القائمة للفيروس، خصوصاً إن في حالات تكون مصابة بالفيروس وإيجابية ولكن لا تظهر عليها أعراض. هؤلاء الحالات يشكلون خطورة على اللي حواليهم، ممكن ينقلون الفيروس لأشخاص حواليهم اللي قد يكون منهم مثلاً كبار في السن، يكون منهم مصابين بأمراض صحية مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب. هؤلاء بتكون إصابتهم في الفيروس جدا خطرة على حياتهم، فياريت نتخلى ولو مؤقتا عن عاداتنا وتقاليدنا في العيد، نكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات الهاتفية للتهاني والتبريكات بالمناسبة، علشان نحافظ على صحة اللي نحبهم. من أجل صحة وسلامة الجميع علينا الالتزام بارتداء الكمامات خارج المنزل في جميع الأماكن والأوقات، والمحافظة على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال الزيارات العائلية والتجمعات اللي تحصل في، خصوصاً لما نكون في زيارة أشخاص يعانون من أمراض أو ظروف صحية كامنة أو كبار السن، فهم أكثر عرضة للخطر في إطار الأسرة الواحدة. وأنا كلي ثقة أن مجتمع البحرين مجتمع واعي ومثقف، مجتمعنا واعي لمثل هذه التدابير. أود أن أؤكد على ضرورة الالتزام بجميع الاحترازات الوقائية الأساسية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والإصابة فيه، وذلك من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي وعدم الاتصال المباشر بين الأشخاص ومع الآخرين، بالإضافة إلى الحرص على الغسل المستمر والكافي لليدين مع التعقيم إن لزم الأمر، وأيضاً تعقيم وتنظيف الأسطح والأشياء التي تتناولها، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات الطبية والقطنية وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، والتخلص من المناديل بطريقة صحيحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس. وبشكل خاص أود التأكيد في مناسبة عيد الأضحى المبارك باقتصار التجمعات على العائلة الصغيرة من داخل المنزل نفسه، وأيضا تبادل التبريكات والتهاني عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. حبيت أن أنا أذكر ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وأهمية التباعد الاجتماعي. رجاء من الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل واستخدام طرق التواصل الحديثة من أجل المعايدة على الأهل والأقرباء والأصدقاء. طبعاً فترة العيد فترة جميلة ونحب أن نتهادى ونحب نعطي بعض عيديات، فيا حبذا تكون في الفترة هذه إعطاء العيديات عن طريق الوسائل الرقمية، ونتمنى من الجميع الالتزام بالاحترازات والإرشادات، ونتمنى للجميع الصحة والسلامة، والله يعيد إن شاء الله علينا في السنوات القادمة والأعياد القادمة في أحسن حال وأحسن الأحوال، ونكون عدينا هالأزمة مع بعض بحس المسؤولية اللي مجتمع البحرين مشهور فيه. رسالتي للجميع وضرورة المواصلة بعزم وإصرار لمكافحة فيروس كورونا في الأيام المقبلة، خصوصا أيام عيد الأضحى المبارك، لتجنب ما حدث أيام عيد الفطر عندما ازدادت الحالات زيادة كبيرة نتيجة للتجمعات العائلية، وهذا يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأفراد المواطنين والمقيمين.